انا لا مع ولا ضد، بس ان الواحد ممكن يعني الاحتفال بنص الحزوه بيكون حلو، تمام. يعني الواحد لما يحتفل انه نجح توجيه بدراسه، يعني هذا بحد ذاته جهاد، الواحد ممكن يحتفل فيه، بس مش يحتفل فيه بشكل عام، ممكن يحتفل فيه هو وعيلته داخل، يكون يعني الاحتفال محدود. اما يكون بشكل عام انا مش ضد، لانه مش حدا ضد الاحتفال، مش حدا ضد الانبساط، مش حدا ضد الحياه الحلوه، بس انه يكون يعني مسطر شوي اكثر ما يكون يعني عام. كل طالب توجيهي اكيد بيستنى قاعد بنتيجته، وبيستنى الفرحه اللي بيستناها من 12 سنه. في الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه، ما اعتقد انه مناسب انه الواحد يحتفل بالتوجيه، يعني بنطاق البيت، نطاق الاسره، عادي انه يفرح وبين بين عيلته، بس انه الاحتفالات بالوضع اللي احنا فيه، وخصوصا شعب غزه الله يعينه، يعني بندعي لهم بس ربنا يهونها عليهم، وان شاء الله يا رب ينصرهم. لانه اللي بصير بشعبنا مش قليل، يعني الواحد خليه يحس في التاني. يعني احنا عملنا روحنا طخينا وعملنا حفلات، بس بالاخر مش فرحانين. يعني في غيرنا قاعد بموت، قاعد بنكتئب. لما يشوف هذا الاشي بيقول لك احنا مش حاسين فينا. طب احنا ليش ما نعمل، ليش ما نكون ضد هذا الاشي؟ ليش ما نكون ايد بوحدي؟ طبعا اكيد لا، مش مع موضوع الاحتفال، لانه الشعب الفلسطيني ما بيسمح يكون في احتفالات على بصير باخواننا بغزه وبالضفه. وهذا الحكي ان شاء الله انه والله بهدي بال الفلسطينيين لقدام. احتفالات بنحوق عليها، ما الظروف اللي احنا بيها حرام ومرفوض نهائيا، يعني اي مظاهر احتفالات، لانه وضعنا ما بيسمح الظروف اللي احنا بيها. نتمنى طبعا النجاح لكل الطلاب، يجيبوا ان شاء الله معدلات عاليه، والله يوفقهم للامام ان شاء الله بالجامعات، وان شاء الله بشوفهم على مراتب ان شاء الله. اول شيء حاليا الفرحه بالقلوب، ومع انه يفرحوا، بس ما يعني ما يظهروا معالم الفرح، يعني لانه في كل يوم عندنا شهداء، كل يوم عندنا اسرى، كل يوم عندنا اقتحام، كل يوم عندنا دمار. مخيم عندنا متدمر كله، مخيم نور شمس متدمر كله، جنين متدمري، عدا عن غزه دمار شامل، يعني ما فيش مجال نظهر اي معالم الفرح. اما اللي بنقدر نعمله انه يفرحوا بدورهم بشكل مصغر، يعني عقدهم. مش لازم احتفالات، نشعر باهلنا في غزه شو وضعهم، نشعر في وضعنا هون الحالي، يعني الله ينجحهم ووفقهم، وان شاء الله بحصلوا على معدلات منيحه عاليه. هسه الوضع صعب، وشهداء وقصف والوضع صعب جدا، يعني علينا واهل غزه اكيد، يعني ومش حلو ان نعمل احتفالات وهيك، يعني نحس فيهم اكل الاشي، يعني بنقدر نعمل اذا مش قادرين نوصلهم نحس فيهم، بس يعني ما نعمل احتفالات وما نعمل دوش وحفلات، وكأنه الحياة طبيعية، يعني مش يعني مش إشي منيح إن نعمل هيك.